الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، ولاليال وحين كجرنا مالمه قيمها بضناء في رمضان، وحين كسي سقينا وسي دوانينا طبعا كي دنب، وحين كدلالينا عمل ذا قيمها بضن كيتك إيا حسناتك أين كدك كرنه، وحين موضوعنا ما أنت كسو قادنا إنا دعاء دعاء إيا فضل إلا ذا إيا وقت إيا ذا لغفا إذا سنكره إسي فضل بضن إيا سيغلها أما إريا ذا كسو أروري النبي عليه الصلاة والسلام سين وهر وهله سرت الله وهر إجابته. رسولك صلى الله عليه وسلم آد بود دعاي سنشرين دعاء ذي سؤاد بأو بضني ما كلا جوينشرين دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وحيد مذو يسقط تصالي نوجها إلى هاي نوح وجود دقائق وهريك أقبلك أدعون مستجاب الدعوة دعاء ذي سلا أقبل أيه كوبك النبي عليه الصلاة والسلام يلا من بركاء وكنت أجي أمة دوانين أيه نبه هلك أدم بيسكت أجا وحوري ضل يدد بردات أجا لو شد كيبا وذا جوايا وحوله بهلك سمع أباب درات ديده إلى هاي نوبري أور شرب النبي يقول إلهه نورابي إلهه نورابي اللهم أغثنا اللهم أغثنا وحن بساجد كي كبحي يضاء قركي سايبيه كد أيان دعاء ولا ليالوح إلا هذا آذاب إلا هذا فضل هذا خطبة دورين كل شيء سنة آذاب تيضاوح كم إذا إن إخلاص شره إخلاص الإخلاص في الدعاء وسافيالت برحترد نية سمانية داعتني بين جرت ولا عبادة عبادة ولم بان الشرط قاس ويا له قف كأنا كم قنت هاي عبادة ذا مركه وجودنا اسم قشيني يستسلم نبي وحول صلى الله عليه وسلم حديث كي صحيح الدعاء هو العبادة دعاء وعبادة وحصره يدوم باب عبادة به وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلهي نوح لا يدتك وحل فري إن إلهي عابدان عبادتنا صافي وقردقا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مساجد ذا إلهي بأسكالها كبرينا عذان إلهي هين ربها الله برينا وهذا بتكم إذا الله يستعجل العبد في استجابة الدعاء إن أنا أقبل كالدعاء أدونك ددتش سنين رسولك صلى الله عليه وسلم وحاول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجاب لي متكين دعادي سواء الله أقبل يا هدان ودق دقين وأن إلهي بان بريا وحوالا يقام أقبل وإن أنا أورا ويستيابك لدوان بلها يدون كالدعاء هو أقبل أدابت وحكم إذا الله يدعو بإثم أو قطيعة رحم إن أنا ددك هبار دم بإلهي ويدي سنين مرادك أقوان معصياهين وإن إلهي برداه نبي عليه الصلاة والسلام حول حديث صحيح مسلم كسرنا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم قفك الدعاء سواء الله أقبلي هدي أنا دمبي إلهي برين أما قرابة قيسنيمو هذا أبتوح كم إذا أن يكون حاضر القلب حال الدعاء مقبلا على ربه عند مناجاته في خشوع وسكينة سقى إلهي يسوع شيئا حولنين وإن إلهي بريا سبحانه وتعالى حديث سنك كوسا قال حسن النبي وحول عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إلهي بريا إذن كوكوكا الصانين وذكاء أقبل أيه
واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله وقادنا إلى هنا نقفك كأقبل قلبك سوسي جدينا دعاء سلا أقبلين إلهي وإن أسوك يستهدير إنك كقوية إلهي باك قوي سبحانه وتعالى سوى قابل آدابت وحكم إذا شنات تقوى الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي إن هذا إلهي كتلقى هذا نيس وحكود دي نيس كده نيس أوقفكني هي قف تقوى له إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وحروحا وحكا أقبل آيه وقورا كوى يقعب صلاة مركا أدقوا عاصي هداد إلهي بريس دي أمر كي سيبا دي دم حال عطسك كهلي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه موال اسبدل إلهي وحيدين سمين كرامر كايدين كو اسبدل شامبا إلهي تتكو هذا الدنب يا معسية يقف كتر يا الله دعاء أي بضينا يا نيكو على العلن يهرد قفك أكبحا أدابت وحكم ذو سيدادا يعلم أن من أعظم موانع استجابة الدعاء أكل الحرام وإنو قفك وقادا وحيابها وقبضنا كهر شوك سنة يد دعاء أقبل كذا إنو يهي عنيتان كحرامت حرامت ولا عنا عنيتان كنصوص توي بدي سلكي واستعمال كذا دو دونا دارها كاليستو أدو دونا دادها سيو أدو دونا صدقها وبحيو سدو كشاقي أدو دونا نار هدو ها عنا استعمالك حرامت يكسب شدة حرامت حولها حرامت رسولك صلى الله عليه وسلم وقلت المامي حديث صحيح البخاري كس قال لا يأتي لا يأتين على ناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام وحي من دون آخر الزمان وقت أول دوتكو أنا يدنين ينبع حولها ماشي كسو كسبنا ينم حلال بام سوى حرام بل واحد أفر ستة حالات دوتك إيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام اسبر برنك dadka qaar kood ba marka tilada halaal iyo xaraan kala sheegto intu kaasi jeestaabo ku arkaya meel dambeyna taagad oo aanad wali horumarin oo dad la tartamaynin oo aanad adoon kasbi kareynin oo aanad waxba horumar lahayn hadal halaal iyo xaraan ba ka fikireysu wuxuu ma la kasba muxuu keenay way arintaasina waa arin khatar badan rasuulullaahi muhammad sallallaahu alayhi wa sallam waxa uu leeyahay xadiidki saxiix ah ya ayyuha an-naas أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وتدعو إلى هيو وناكسين وحالو إذا كاقبل كرائد كقدوام كرا عمل ككيسة وناكسن إلى هيو حفري رسول الله ومن إنت إلى هيو حفري شيء رسول الله فري وعنا وناكسن يعمل وناكسن عنا وناكسن عنا حلال عمل وناكسن السماء إذن كان أساس وكالو إذن فري رسول الله إلى هاي حكول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعلمون إني بما تعملون عليم وعنوا ونكسنا حلالا يا عمل في عنوا إلى هاي أقبلي إذن كان ساسو كلوا إلى هاي فروح يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وحن ذكوا أرساغني كيس حلاشا عنا وكان النبي واكيك ورمي عليه الصلاة والسلام حديث كان صحيح مسلم كسو قال السفر كان ديرين يا او الهي بري يا او بصاصا او وقتي لا اقبل الها تاغن لكن كارتا كو دحداي waxaa weey sidoo nabigu u cadeey alayhi salatu wassalam waligi ba ya rabbi haydaade mad'amuhu haram washrabu haram walbasu haram wughdiya bil haram fa alla yustajab li dhalik wuxunaya wuxu cabaya wuxu xidhaya wixii lagu soo koreeyo wada haram balse loo aqbalaya walaba waxay sweediyaan oo waxan lagu soo koreeyay ما أد بكلها إسقوم. لا به ما بس يا مهوية يا مه الكيسية. وأمروا رالك كنا قضاي أكسوني هينا. هذا أكسون تحولها الوالد تكون حرام هاي. هذا قلنا كجد بويدات كتخلص بويدات كل رالي نقطها حبات كل هذا. وأنا سيدا وبدن تهاو لحال حرام هذا ضبط كوجتك تو. أنت إسكجتك تو ويرت إلى هاي الدرادي وجتك تاه. أهل العلم يقول واحد شيء عن دعاء آداب تيدا إني آدو بدن تاي كتبه هذا حيا باي كجو رما واحد كم إذا أنت هاي نشيء عن كسي لقصي درايو إن أوقفك كب لابو أمانت إلهي سبحانه وتعالى إلهي أمانت وتشعلي أهل بؤية أفكار شدي سنة كم تاي سيد الله أفكارنا يو إنه أقبل يو سيد النبي قوا أها صلى الله عليه وسلم
وإن إلهي لقو أمان بما هو أهله وحيو أهله وحكم إذا النبي قال لقو صلي صلى الله عليه وسلم يين وقفك الدعاء دقو آميان ورنين إلهي وهدى الضانت أدابت وحكم إذا ينو قعمها كرو قادمر كدعاء سنية وإلهي وكحش الله يقو أمرين إنو كسو علي ذكر كيو قال السناوي ذكر جناوح حلقو الدلالة على طهارة سدا أديو قلبك أقوسه شيء طاهرة إن ذي إلهي بريد سبحانه وتعالى ولا النعمة إلهي كجروا ضاء إنه إلهي داق بدنيا نعمة بدن كسيي وفضل جهرو كسيات قرتاه دعاء وإن أنا كنت عادين وأنا كحل إيران معنا سيابة كلا دون دعوين ككوب كوبن كنت ذال واختي هذا فضل جبضن وين وقف كل أكتر وأنا حكمته ينصه قادنا موضوع عمانت واختي فضل بضنه يا إنا أروري مركينا نسويدارينا فرصة السيج واختي هذا فضل جبضن وحكم إذا مركو قف كسوتشو سيني صلاة وين وبضن ترى بضن أذان كيا قيمة دحدود وين وفر النابا دعاء هذين كل الدعاء السنة يا واختي صلاة الليل مالك تجمع آخر كيسو هذا أين تاجني قال ابن ماذا وقت انتهى قرحة دعين وقت قال لو قرر تشبه ذن ولو قرر تشبه ذن ساعة الإجابة وقت قال الرب كدايو وابو ينودا يا با الله إنه أقبله قفك مركة وصومن يهي يا مركة أفورة يلا بضبا ليلة القدر يا إنه فيلا إنه إنه سوى سعودة إن شاء الله مالك عرف الصلاة هدى بدودة مركة قفك التحيات كلمة أيو يا صلاة مركة كبحضة وقت قد دقال كلا بلابيو المسلمين تيه قالوا دو اي دقال ما ايا قفكو مركا وهبين كي صلاة دا وصاكع ايه وردلا وكساكع ايه وكد دعايست دعوين كما اثور كا وحياباها سواحي كميدين آدابتا ايه وقت يدين وكفا ايدي سنين رسول كوحو ينوشيك صلى الله عليه وسلم دادك ايه ناد دعاء دا الله اقبلين ايه وكفا ايدي سنة فرصدا وحكم إذا دعوة الأخيه دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب ولا له إنما قرينا يسد دعيان ولا تكذب البنكر تاوان كوسو سود دعين يا أدني سود دعاء هذه هذا هو وين وين دعوة الوالد لا يرتوين أنا إلا وين والد كونه كود دعيه دعوة المسافر يقفك الصعلالك دعوة الصائم قفك صومناره ببرجيس دعوة المظلوم قفك مظلومك هاد دعاديس والإمام العادل يقفك ومضى حكمه شرع هذا كل قاع عادلك ودعوة الولد الصالح يا ولدك وناكسن قلني سد عادي سوى الله أقبلها دو والدك وكعد صلاة وحياء وقت وحي كم ذي كواسنا ضدك للرجينين ولهاي كأقبل سبحانه وتعالى دعوين كل نبي قلنا براي يا قرآنك قرآنك يا نبي وين برهم حكم إذا آيات الله سبحانه وتعالى وكو أمانيدت كحجك التقاء إن يكد عيسان دعاء وناكسا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام حب ذنجر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني وحكم إذا الدعاء بلاء علي بن أبي طالب اللهم سد مهديني اللهم مهديني وسددني وحكم إذا الدعاء براء عائشة رمضان دحيلة طبنك الضنب أبينك ليلة القدر دانو قادة محاني لها ضابيت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وحي نظر نبو عفسك عفسك سين عيسي كهلينا كواسنا وحي كمدين دعوينك كواب كوابا ونبي قناة المامي اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيك محمد باكم إذا دعاء أيضا كصار وطير رسولك صلى الله عليه وسلم وهناك مفاهيم ينبغي أن تصحح في الدعاء وحكم إذا وحيابا أباهن دعاء ذا نحذي ذا إنه اسكو الصحنو إنه برارو جنو وحكم إذا مركز إلهي بريس سبحانه وتعالى إلا ند أمبالا إننون أما تدك قاركو سيو قبان بينو كأيين تلمام إنا إنا إلهي إلا بري وقت قد باهن تايون دا دعاء ذا بريس بديس تدك قاركو تبالغا يابا إنا إلا ذا بلاي ذا كويسة محايا وقت قد قد برخط بضنت هذا نعمة بضنت إلهي بري إلا نكو بلين النعمة ذا أو كوافتشي خير كذا يوانا كذا وحكم إذا إن دتك قاركو ذا يو أركان قف بقف كوي يهي إنو كدعبط ودائرته
oo laga yaabo qof daayaro ducaysanay inta aragtaaba inaanay badnayn qof Ilaahay waafajiyay mooyaane odayaashii islaamaha ducaystoon ee u arkaan waa qalad iyaduna qof weyn iyo qof yar intuba ducada way u baahan yihiin lacibaadadii weeye dhuuxeedii waxaa ka mid ah dadka qaarkood u maleeya inay culimadu duceeyaan ha ahlul cilmiga iyo dadka salaaxa iyo khayrka lagu toobay ha ee aqbalka ducadooda la rajaynayo waa laga ducaysanayaa laakiin iyaga ilaahay looma marayo adigu ilaahay toos baad ula xidhiidhaysa subxaanahu watacaala waxyaabaha waxaa ka mid ah in dadka qaarkood ay moodaan uun in af carabi keliya lagu ducaysto oo af soomaaligaba lagu ducaysanayn kadibna ay idhaahdaan adalkana la kala odhan og ilaahayna la kala baryi og waxaan ku duceeyaba ma hayo bal inoo ducee afkaa gacantaada biyo laga dhargaabaalayo luqadaadaad ku ducaysanaysa ilaahay subxaanahu watacaala luqadaho dhan isagaa dadka baray waxaa ka mid a dadka qaarkood inay u qabaan ducadu inay iib tahay waa mafaahiimta aynu saxayno oo dadka qaarkood ayna intaasaan bixinayaa ii ducee waxaan bixiyo ma haye maxaan maxaa la igu ducayn adducaau liman ishtaraahu arrintu maaha ducadu iib maaha waa cibaado lama iibsado waxa weeye mid aynu xaq isugu leenahay oo dadka muslimiinta xaq isugu leeyihiin qofka wax la siiyey iyo ka aan la siin mudale waa inuu duceeyo qofku hadduu wax bixiyey haddaanu wax bixaynba labadaba waa in loo duceeyo marka taas arrimahaasna waa arrimaha aynu sixi lahayn marka waqtigeenna ducaduna waxay ka mid tahay min adikri almudlaq dikriga aan waqti cayiman lahayna sii daysan ayay leedahay ayay noqonaysaa ducadu inaynu ilaahay barinaana sunna mahay waa faral udcuunii astajib lakum waa xukmu ducaa xukumka ducada wax weyn aynu ilaahay barinaa waa faral isweynayn bay sheegaysaa iyo aftaag haddaad ilaahay baryo weyday inaad ka maaranta marka qofba qofku ka duca badan yahay buu ilaahay ka jeceli saa daraaddeed baa wuxuu ihi udcuunii astajib lakum ee barya anna waan idin aqbali amar buu ina siiyey ballanna wuu inoo qaaday wuxuu ku xigsiyey ina aladiina yastakbiruuna can cibaadati kuwa cibaadadayda iska weynaynaya cibaadada culimmada waxay ku fasireen waa ducada qof kuwa ducada iska weynaynaya inay ilaahay baryaan ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin waxay geli doonaan naarta jahannama la yidhaha iyagoo dullaysan ilaa qof kastoo kibraa waxa uu leeyahay dulli saa daraaddeed baanaad arkaynin gaal iyo munaafiq iyo faasiq ilaahay baryo khushuucsan waayo kibir baa haya naarna wuu leeyahay marka inahaasaynu baraarujin lahayna fursadda aan ka faa'idaysanno cibaadooyinkaynu qabanaynaana waa badan yihiin tobankii dambena waa ayna soo qaabilsan yihiin qofku waa inuu guntiga adkaysto oo camalka cibaadada ah siduu uga sahay qaadan lahaa isku daya noocyadiisa kala duwan allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اهدنا وسددنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.